نتكلم مع بعض حديث عن آيات سورة القصص. وكنا شفنا لما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يضرب مثل بالفساد المالي ضرب مثل بقصة قارون، وكنا شفنا إزاي ربنا سبحانه وتعالى ذكر في قصة قارون إنه بغى على قومه واعتدى عليهم بماله وما أعطاه الله عز وجل من مال، فبدأ قومه ينصحوه. شفنا الخمس نصائح اللي نصحوه بيها، قالوا إيه؟ قالوا لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. دول الخمس نصائح اللي إيه؟ اللي نصح قومه، نصحوا به قارون وطلبوا منه يعمل خمس حاجات دول. فرد فعل قارون ايه لما سمع النصايح دي؟ كان مفروض يبدا ايه مثلا يتناقش معاهم فيها، يستجيب ليها، حتى لو هيعترض يعترض عليها، يعني يبدا يتناقش معاهم. لا تفرح، فيقول لهم لا ازاي، لا ده بفرح بكذا وما بفرحش بكذا، ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، لا ده انا بعمل وما بعملش. يبدا يناقش اللي ايه النصايح نفسها. لا، قارون رد برد غريب وعجيب ملوش علاقه بالايه بالنصايح خالص. قال ايه؟ قال انما اوتيته على علم عندي. قال انما اوتيته على علم عندي، رد ملوش علاقه بالايه بالنصايح نفسها. يعني ايه؟ ما قالش انا عملت وما عملتش او اللي بتقوله صح ولا غلط، لا، قال انما اوتيته على علم عندي. وللاسف ده رد كتير من الناس. تيجي تقول له اه ايه اللي انت، تقول لك ايه شفته بقى، عشان لولا خبرتي، لولا دراسه الجدوى اللي انا عملتها لكم، لولا المانجمنت اللي انا واخده والسبلاي تشين والحاجات اللي انا عارفها دي، ما كنتش ايه عرفتوا تعملوا حاجه. فيقول لهم انما اوتيته على علم عندي، بخبرتي كده وبذكائي اقدر اقول لكم ان تعملوا كده. ده انا الناس بتيجي تستشرني وبتسالني وبقول لهم، ويبدا ايه يتباهى بالعلم ده ويظن ان هو ده فعلا السبب. لا، مش هو ده السبب. شوفوا صحابه النبي صلى الله عليه وسلم لما حبوا يعني يذكروا الصفات اللي هي ايه ربنا سبحانه وتعالى انعم عليهم بيها، فقالوا ايه؟ قالوا والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. نسبوا كل الافعال اللي هم بيعملوها لله سبحانه وتعالى، لولا فضل ربنا علينا ما كناش عرفنا لا نصلي ولا نصوم ولا نعبد ربنا ولا نقعد القعده اللي احنا قاعدينها دي ولا نصلي في المسجد. كل ده بفضل من مين؟ من ربنا سبحانه وتعالى، مش بذكاء منك ولا بشطاره ولا حتى بعلم ولا بخبره ولا بامكانيات ولا بدراسات ولا شهادات خبره ولا الكلام ده كله، وانما ايه؟ بتوفيق من الله عز وجل. فبدل ما كان يرد قارون وينسب الفضل لله عز وجل انه انعم عليه، وخصوصا ان هم بيقولوا له ان ربنا احسن اليك فاحسن كما احسن الله اليك، يعني ده فضل من ربنا عليك، قال لهم لا، انما اوتيته على علم عندي، ده بقى ايه بذكائي وشطارتي عرفت اعمل كده. فربنا سبحانه وتعالى رد عليه رد برضه يعتبر ايه فرضا جدلا. يعني انت يا عم ربنا ايه اداك علم وانت عندك علم، طب العلم ده بقى مش منه عرفت اللي حصل للامم السابقه؟ قال تعالى اولم يعلم، هو مش عنده علم؟ طب من العلم ده بقى اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون. ما عرفهاش دي بقى رخره من العلم بتاعه؟ ما شافش كده ازاي ربنا سبحانه وتعالى اهلك القرون السابقه؟ اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا. ربنا سبحانه وتعالى اهلك امم سابقه قبل قارون وبعد قارون اكثر منه مالا واكثر منه قوه واكثر منه سلطانا واكثر منه نفوذ واكثر منه امكانيات. ربنا بيقول ايه؟ من هو اشد منه قوه. قوه هنا تشمل كل شيء بقى، قوه بدنيه، قوه اقتصاديه، قوه سياسيه، قوه معنويه، جميع انواع القوه. من هو اشد منه قوه واكثر جمعا. اكثر جمع يعني ايه؟ يعني جمع من الاموال والفلوس اكتر من اللي عند قارون. ده شفتوا ده قارون ده اللي بيتضرب بالمثل، لا في اكتر منه، وفي دلوقتي ناس اكتر من قارون، يعني في ناس معاها مليارات ومعاها،
قارون ده يعتبر غلبان مع ناس كتير دلوقتي. قارون ده لا كان بيقعد في تكييف ولا بيشرب ميه ساقعه ولا عنده ثلاجه ولا كل ده. ده احنا نفسنا مواطنين عاديين عندنا امكانيات اعلى من امكانيات قارون دي. ولكن زي ما قلنا لما نسب الخبره والحضاره والامكانيات ليه هو، ربنا سبحانه وتعالى بيقول له لا، ده في قبل منك اكثر قوه واكثر جمعا واكثر امكانيات، وربنا سبحانه وتعالى اهلكه. يعني ايه المال؟ يعني شوف حتى من اسمه مال. مال يعني ايه مال؟ يعني انحرف. يعني بقول لك ايه، انت تبقى ماشي، لو واحد مولود زي ما بيقولوا كده ايه في بقه معلقه ذهب، يعني المال ده عنده من ساعه ما اتولد خلاص. فماشيين مع بعض هما الاثنين في خط مستقيم من ساعه ما اتولد لحد ما هيجي ايه يموت. يجي يموت المال لا يسيبه ويمشي، مال عنه ما كملش معاه، عشان كده سموه ايه مال. او كمان ايه بقى سبب في ان هو بيخليه يميل بيه الى جهنم والعياذ بالله، ان هو مال عنه في الدنيا وسابه ومشى، ومال بيه في الاخره الى العذاب والعياذ بالله. فهو هنا اعتد بالمال ده، فربنا قال له لا، ده كان في ناس كتير عندها اموال اكتر منك، زال ملكهم وزال مالهم وزال سلطانهم واهلكهم الله سبحانه وتعالى، ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون. يعني لما يجوا كده يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى مش هيسالوا انت عملت وعملت، زي ما قلنا امبارح كسبوا من حرام وانفقوا من حرام، ده مش هيتسال، ده هيخش على طول النار. كسبوا من حرام وانفقوا في حلال نفس الكلام، كسبوا من حلال وانفقوا في حرام نفس الكلام. اللي هيتسال كسبوا من ايه؟ من حلال وانفقوا في حلال. فربنا بيقول ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون، يعني كان مش محتاجين يتناقشوا هم عملوا كده ليه، لان ملوش مبرر في اللي هو عمله، فمش هيتسال عنه، هو خلاص عرف اللي عنده. زي كده ايه لما يجي واحد سقط في الامتحان، ابوه بقى ايه مش هيقول له فاكر لما كنت بتلعب ولما رحت البلاي ستيشن ولما عملت، لا خلاص مش هيتسال عن الاسباب اللي خلته ايه يفشل او يسقط او ما يذاكرش، خلاص الموضوع ايه انتهى. ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون. كمان بقى ايه قارون زود الطين بله بقى، يعني مش كفايه ان هو رد الرد ده، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه فخرج على قومه في زينته. يعني كمان ايه بقى جايين تنصحوني وتقولوا لي خلي بالك واعمل وخلي، لا بقى خدوا عندكم بقى، رد عليهم الرد ده، ورد بقى رد عملي كمان، طلع ايه خرج في زينته، لابس كده احسن لبس، يقول لك بقى ايه موكب كبير مليان بقى عبيد وجواري وناس لابسه هدوم شكلها ايه ومزينه بايه وذهب وحوار بقى، موكب كبير خرج بيه ربنا سبحانه وتعالى ايه في زينته. زينه في كل شيء، في الموكب كله، في هو وفي لبسه وفي الحرس وفي الدواب في الحيوانات، كل الايه الموكب اللي خرج بيه قارون ده. قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. هنا بقى ايه زو عمل لهم فتنه، الناس اتقسمت نصين. الناس لما شافت بقى ايه قارون، وبعدين خلي بالكم ده عمالين ينصحوه بقالهم فتره وما بيحصلوش حاجه، والراجل بيزداد مال وبيزداد قوه، فده يعمل فتنه فعلا، ممكن الناس تتفتن بكده، يقول لك يا عم ما هو ده لسه وكويس وصحته زي الفل ومعاه فلوس وربنا بيزود له كمان. زي ما قلنا ربنا سبحانه وتعالى يؤتي ايه الملك من يحب ومن لا يحب، ويؤتي المال من يحب ومن لا يحب، ولكن يؤتي الدين من يحب بس خلاص. فهنا ربنا سبحانه وتعالى اداله فرصه وامهله مره واثنين وثلاثه، فخرج على قوم في زينته، فالناس اتغرت فاتقسموا نصين. نص ربنا سبحانه وتعالى سماهم ايه بقى؟ قال الذين يريدون الحياه الدنيا، مش شاغلهم غير الحياه الدنيا، مش شاغلهم غير الايه؟ الاكل والشرب والمتاع اللي هم شايفينه في الدنيا، فشايفين هم امكانياتهم ايه؟ والراجل ده امكانياته ايه؟ وعنده ايه من الدنيا؟ فكان الفتنه اللي هم شايفينها دي زودت سخطهم على ربنا سبحانه وتعالى، اشمعنى احنا ما عندناش زي اللي عند قارون؟ قالوا ايه؟ يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، اشمعنى هو عنده واحنا ما عندناش؟ وده برضه بيبقى حال كتير من الناس اللي هم بقى ايه ربنا يعافيهم، يعني بيبقى مبتلى بالحسد، يبص كده للي دايما اللي فيه غيره، ما يشوفش النعمه اللي هو فيها، يشوف النعمه اللي عند التاني، اشمعنى هو عنده وانا ما عنديش؟ لو هو باني اربع ادوار وده ثلاثه يقول لك اشمعنى هو اربعه وانا ثلاثه؟
اشمعنى هو عنده عربيه كذا وانا عربيتي كذا، اشمعنى هو مرتبه كذا وانا مرتبه، دايما باصص في ايه؟ للتاني، للاخرين، لما انعم الله عز وجل على الاخرين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا، يعني ما تبصش للي فيه غيرك، وفي نفس الوقت انت برضه ما تتبهاش باللي معاك على الناس. يعني قارون بيتباهى باللي ربنا ادهوله على الناس فيفتنهم يخليهم، هو ممكن الراجل الغلبان ده ما شافش في حياته الحاجات دي فما يفكرش فيه، لما يشوفها يقول لك لا اشمعنى انا ما عنديش، اشمعنى انا ما عنديش زي دي، اشمعنى هو عنده انا ما عنديش، فيبدا ايه تفتح عليه حاجات هو ما كانش يعرفها. فالاثنين غلط، اللي بيتباهى بالنعمه زياده عن اللزوم، يعني احنا عارفين اما نعمه ربك فحدث، والله عز وجل يحب ان يصر يرى اثر نعمته على عبده، ولكن من غير ايه؟ من غير اسراف ومن غير بذخ، من غير ما يبقى فيها فتنه للايه؟ للناس. والعكس بقى، اللي يرى نعمه على اخيه يحمد ربنا سبحانه وتعالى على اللي هو ادهوله، ويدعي ربنا ان ايه؟ ان يبارك ليه لاخيه في النعمه دي ويرزقه زيها، لكن ما يبقاش ساخط عليها ويقول بقى زي ما قالوا كده الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. ده ايه؟ ده ربنا بيحبه، ده اداله خير كتير. وقال الذين اوتوا العلم، النص الثاني بقى، ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. هنا العلماء بيقول لك ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى لما قسم الناس نصين قال ايه؟ قال الذين يريدون الحياه الدنيا، وقال الذين اوتوا العلم. كان الانسان كل ما بيزداد علم كل ما يعرف حقيقه الدنيا ويعرف انها امر تافه وانها لا تساوي عند الله جناح بعوضه، وان المطلوب منك في الدنيا انك تحصل حسنات للاخره، ان تجعل الدنيا مزرعه للاخره، فما ده ما بيجيش غير بايه؟ بعلم. اما التانيين اللي هم اهل الدنيا دول سطحيين جهله ما عندهمش علم، فربنا سبحانه وتعالى كانه قسم الايه؟ الناس نصين، نص عنده علم ونص تاني ما عندوش علم جاهل. الجاهل ده هم الذين يريدون الايه؟ الحياه الدنيا، مش شايفين غير اللي تحت رجليهم، ما بصوش لما بعد الايه؟ الموت وما بعد الحساب، وما شافوش الايه؟ الحياه الباقيه، اهتموا بالدنيا اللي هي الفانيه وتركوا الايه؟ الباقيه. اما الذين اوتوا العلم هم اللي عرفوا، فهموا، عرفوا ان الدنيا مهما طالت قصيره، وان هي مزرعه للاخره، وان انت كل المطلوب منك في الدنيا انك تتقرب الى الله عز وجل وتنقل كده اموالك من الدنيا للاخره. يعني ايه؟ لما يبقى الانسان زي ما كلنا عارفين كده بيقول لك مالك ايه؟ ما اكلت فايه؟ فافنيت، وما لبست فايه؟ فابليت، وما ايه بقى؟ وتصدقت فابقيت. هو ده اللي فاضل لك، هو ده اللي يبقى لك. فعشان كده ربنا قال عنهم ايه؟ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. خلي بالكم، ده اللي عند ربنا أكبر بكتير من مال قارون، ده اللي عند ربنا من النعيم أكتر بكتير من اللي موجود في الدنيا. ده يؤتى بأغنى واحد في الدنيا وأنعم واحد في الدنيا، ولكن من أهل النار، فيغمس غمسة واحدة في النار ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا يا رب ما شفتش أي نعيم، مع ان ده كان بيلف العالم ويروح جزر المالديف وياكل ويشرب ويتفسح وطيارات خاصه وعنده كل امكانيات الدنيا، ولكن كل ده يجي بايه؟ بغمسه واحده في النار يضيع ولا يفتكر منه حاجه. والعكس بقى، يؤتى بايه؟ بابأس اهل الارض، راجل غلبان فقير بائس. شو بائس دي؟ بائس في المال وفي الاولاد وفي الصحه وفي الشغل، بؤس تام، ولكن ايه؟ من اهل الجنه. فيغمس غمسة واحدة في الجنة ثم يقال له بقى إيه؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا يا رب، وأنا ما اتبهدلتش خالص، ده أنا كنت عايش حياة جميلة جدا بإيه؟ بغمسة واحدة بس في الجنة. فعشان كده قالوا إيه؟ ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وقلنا دايما ربنا سبحانه وتعالى لا يذكر الإيمان إلا ويتبعه بالإيه؟ بالعمل الصالح، مفيش إيمان من غير عمل. ولا يلقاها إلا الصابرون. الموضوع محتاج ايه؟ مجاهدة، محتاج صبر، دي في مشقة. احنا عارفين اللي انتوا شايفينه ده مش هتصبروا عليه، قليل قوي اللي يصبر لما يشوف غيره كده في نعمة وهو لا، ده محتاج ايه؟ مجاهدة، محتاج مصابرة، ان الانسان يصبر على ما هو فيه من ابتلاء ويصبر على ما هو فيه. العلماء بيقولوا ان الصبر ثلاث ايه؟ ثلاث انواع،
صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على الايه؟ على الأقدار. صبر على الطاعة ان الانسان يعود نفسه بيصلي بيصوم بيروح يصلي في المسجد بيصلي الفجر، يبقى ايه؟ بيحتاج الموضوع ده منه مشقة ومصابرة. ربنا قال وإنها لكبيرة إلا على الايه؟ الخاشعين. وربنا سبحانه وتعالى لما قال لسيدنا ايه اسماعيل وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، لازم في ايه؟ صبر، في مجاهده شويه، لان الطاعه فيها مشقه ومحتاجه صبر. النوع الثاني صبر عن المعصيه، ان الوقوع في ايه؟ في المعصيه، ان المعاصي مرتبطه بالشهوات، والشهوات دي مركبه في جسم الانسان، وتلاقيها بتحرك جوه جسم الانسان، ويبقى فيه حاجات كتيره بتزينها له، فمحتاج ايه؟ صبر عن ان هو يقع في هذه المعاصي ويقع في هذه الشهوات، وصبر على الاقدار. واحد بقى ابتلى ربنا عز وجل بمرض او ابتلى بفقد حبيب ليه او باي مصيبه، فمحتاج ايه؟ صبر. فعشان كده لا يلقاها الا الصابرون. اي نعيم في الدنيا وفي الاخره محتاج ايه؟ صبر. عشان كده قال الذين اوتوا العلم ويلاكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، عشان يؤمن بالله عز وجل ويعمل صالحا ويستمر على هذا العمل لابد أن يكون من الايه؟ من الصابرين. ولا يلقاها إلا الصابرون. أقول قول هذا، استغفر الله.